بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ موضوعنا لهذا اليوم إنه كيف ننظف الأسنان بالطريقة الصحيحة. أول شيء نختار الفرشاة اللي تكون سطحها ناعم وليس خشن. ثاني شيء بالنسبة لكمية المعجون لازم تكون كمية المعجون قليلة ومناسبة. بعدها نشوف فيديو تعليمي يوضح تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة. بالنسبة لكمية المعجون أول شيء، ثاني شيء تنظيف الأسنان، ننظف الأسنان بشكل طولي أو عرضي وليس تنظيفها بشكل دائري. يعني من الأشياء الخاطئة إن ننظف أسنانها بشكل دائري. ننظف الأسنان الخلفية ثم الأسنان الأمامية مثل ما قلنا أيضا بشكل طولي أو عرضي وليست بشكل دائري. وبعدها ننظف الأسطح الخارجية ثم الحواف، بعدها نصل إلى الجزء الداخلي. هذا بالنسبة لتنظيف الأسنان. خلصنا. عندنا بعض الملاحظات اللي ننظف بالنسبة لتنظيف الأسنان، استخدام خيط الأسنان، يعني ما نقتصر تنظيف الأسنان على فرشاة الأسنان فقط إنما باستخدام خيط الأسنان لأنه كلش ضروري. ثاني شيء نغسل الأسنان بحوالي يعني مرتين يوميا لمدة 5 إلى 10 دقائق. من نظف الأسنان ما ننظفن يعني كلن على حدة، إنما ننظف سنين أو ضرسين، هيك راح نكون خلصنا التنظيف بشكل جيد وراح تكون الأسنان قد خلصنا من كل الأشياء اللي موجودة بيها وبقايا الطعام. هذا خلصنا الفيديو، أتمنى استفادتوا وشكراً.